جيب حدنا مدام رفقة مولهي، أستاذة جامعية ودكتورة في الصناعات الغذائية. مرحبا بك مرة أخرى. مرحبا عسلامة نوير، مرحبا بكم الناس الكل. البارح حكينا على طرق الطهي، اليوم باش نحكيو على طرق التصبير، معناها وإلا الحفاظ على الماكلة في الدار والكونجيلاسيون. نبداو بالموضوع اليوم باش نحكيو على التخزين، وما نجمو نقولو مش التصبير، فما فرق بين التصبير والتخزين، وهو التصبير زادة من احسن الطرق نتاع التخزين، وتو نحكيو عليها من بعد بالكدا. التخزين احنا ما نحكيو على الصحه وصحتك في صحنك، باش نحقوا هذه الصحه والقيمه الغذائيه نتاع الصحن نتاعنا، يلزمنا نعرفوا كيفاش نختاروا خضرتنا وغلتنا وقضيتنا، ونعرفوا كيفاش نخزنوها. باش نبداو نوال من الاول بكل واحد مشى خرج باش يقضي، شنو باش يعمل؟ باش يشري خضره وغله، كيفاش يلزمو يختارها؟ يلزمو يختارها فريشكه، يختارها لونها يبدا معناها هكا ماهيش كلي مذباله والا غامقه، والا كان في النار يلزمها اورانجي غامق، على خاطر على قد ما يبدا اللون غامق على قد ما كميه البوليفينول مضادات الاكسده فيها تبدا عاليه. طماطم زاده ما يختارش طماطم الخضراء، البطاطا البطاطا الخضراء لا راهي فيها برشا مواد سامه، يلزمها تكون شاده روحها وقشرتها خفيفه باش ناخذوا منها لو ماكسيموم. به هذا كونسيرنو الشوا نتاع الخضره والغله نتاعنا. به كاين خذينا حاجه معناها كونجلي، ماذا بيك تقضيها اخر حاجه في الغراند سيرفاس، اخر حاجه باش تقضيها، وماذا بيك زاده ساك ايزوتيرم تهزو معاك، علاش؟ باش ما تكسرش الشين دو فخوا، معناها سلسله التبريد نتاع المنتوج هذاك، على خاطر انت ناوي باش طيبها غدوه مثلا، هي ديجا شريتها كونجلي، في انت ما قضيت ما خلصت ما شديت.
الخضرة والغلة به بالنسبة نظام عليها أي نظام بطبيعة كل حاجة وتستحق برودة عندك الحاجات اللي في ساعة تفسد اللي هي اللحوم ماذا بيك تحطها لفوق العظم مش لازم نعبيه في الجدر متاعنا بالفارغ العظم راي تتخبل برا توا نحن طقس مازال ماهوش سخون برشا دونك العظم نجم نخبيوها لبرا والعظم ما تتغسلش راي عندها كوش بروتكتريس تحميها ما نغسلوش العظم ونخبيوه دونك خليوه في الكرتونيه نتاعها وخليوه لبرا العظم باش ما تعبيناش الفريجيدير نتاعنا باه ما خلطوش الكوي والكرو مع بعض الطايب والنايف في الفريجيدير ما يتخلطش الحوت والدجاج ما تحطهمش بحذا بعضهم دونك الخضره والغله تتحط في الباك نتاعها النوطه المخصص لها واللحم يتحط في الشيره وماذا بينا الحاجه اللي استعملتها تغطيها علاش خاطر هي باش سايب لنا ريحه في الفريجيدير والريحه هذيك باش تهلكلنا الماكله اللي موجوده في الجدار دونك حاجه استعملتها تغطيها الحاجه اللي تبدا اسيد برشا كيما الصوص نتاع المقرونه واحنا برشا نحضروا صوص مقرونه ونخبيه وبعد باش نطيبوا المقرونه دونك صوص المقرونه ما تخبيهش في لينوكس تخبيه في حاجه بالنار وتسكر عليه حكه الهريسه كان عندك غطاها هاك اللي يبدا معاها لازمك تغطيها وتخليها في حكتها حاجه كليتها ما يلزمش طيبناها ما يلزمش نخليوها فوق ساعتين لبرا خاطر كي هي تفوت ساعتين لبرا هاك الجراثيم باش تبدا تتكاثر وقتها نحن باش ندخلوها للفريجيدير بعد كي باش نعاودوا نسخنوها باش نلقاو الجراثيم هذيك متكاثره وموجوده في الماكله نتاعنا معناها ما فوتوش ساعتين الماكله تبرد قبل ما ندخلوها للفريجيدير ما ندخلوش ماكله سخونه على خاطر الفريجيدير نتاعنا باش نطلعوا له في درجه الحراره نتاعو وقتها يولي ماهوش كونفينابل الكونسيرفاسيون تاع لي زاليمون نتاعنا داكور فوالا هذا نتعلم بالحق عايشك دونك هذوما هما حاجه اخرى احنا مثلا ماكله انت باش تخبيها ناحي الكونتيتي اللي انت باش تاكلها والباقي خبيه في الكونجيلاتور ما تخليهاش منصوبه على الطاوله ليله كامله ومن بعد تخبيها راهي تضر لنا صغارنا وتضر لنا وتضرنا احنا خاطر برشا جراثيم باش تتكاثر واحنا من بعد كي نعاودوا نسخنوها باش يعاودوا يطلعوا به حاجه اخرى نحب نزيدها لك الماكله تاخذينها كيفاش الشوربه مانيش باش نطيبوا كل يوم شوربه فمش كوني طيب شوربه نتاع نهارين ثلاثه ماكسيموم ثلاثه لي سوب اي لي بوتاج ثلاثه ايام ما نفوتوهمش في التخزين نتاعهم في الجدار باه الدجاج عندك طرف الدجاج بيتلك ما تفوتش فيه نهاري فما شكون يحضر الحشوم تاع البريكه وفي العظمه النيه هذاك ما نفوتوش فيه 24 معناها عملته اليوم نعم نستعمله غدوه ولا لي موس وشوكولا ولا لي مايونيز دونك اي حاجه بالعظمه النيه لازمهاش تفوت 24 ماذا بينا نستعملوها وقتها وكين باتت تبات غدوه اكاها باه حاجة أخرى عند الروز راهو فيه نوعية متاع جراثيم اللي هي تتكاثر في الروز خاصة اللي هي في النبتة تكون موجودة دونك الروز ماذا بينا نطيب قد باش ناكله الروز راهو ما يباتش وما يتسخنش فيه ريسك كبير على صغارنا وعلينا نحن زادة باه هذا فيما يخص التخزين اسكو كل شيء نجمو نعملو له كونجيلاسيون نطلعوه للكونجيلاتور والا لا رفقه نجمو نطلعو انا من الناس اللي تحبس كونك تاكل حاجه معناها فخي فريشور علاش على خاطر انت كي باش تخزنها راهي باش تخسر برشا من القيمه الغذائيه نتاعها ما فماش علاش نخزنوا باش ناخذوا حاجات نتاع سيزون نتاعنا وباش ناكلوهم في وقتهم اضطرينا وخزنا اهم حاجه في التخزين ان ما نكسروش سلسله التبريد معناها تخزن قد الكونتيتي اللي باش تستحقها مثلا عندك طرف اللحم تخزن قد اللحم اللي باش يطيب لك نهارتها خاطر ما تنجمش انت تخرج لحمه كبيره كلها الفا تدخل دي كونجلي ومن بعد شويه تقص منها وترجع الباقي وقتها هذيك هي المشكله دونك قصوهم دي بورسيون قد البورسيون اللي انت باش تستحقها باهي بالنسبه للخضره اللي تحب كان تحب تخزنها الخضره والا الغله يلزمك تعملها لو بلونشيمون اللي هو تحطها في شويه ماء مالح ماء سخون دونك شويه كيلكو مينوت وتقص عليها ومن بعد تخزنها علاش خاطر تو فاستوبي لي انزيم باش توقف الانزيمات اللي هي باش تعملنا عمليه الاكسده للخضره والغله نتاعنا وتبدل لونها اللي خليها بوقتك حال والا تذبل شويه اي فوالا هذيك هي هذيا العمليه شو اسمها؟ البلانشيمون اسمها فوالا دونك هذيا كونسيرنون لا كونجيلاسيون كيفاش معناها اون دوا كونج اللحم المفروم ماذا بينا كي يتفرم يطيب في وقته ما اون دوا با كونجلي اللحم المفروم
خاطر فيه ريسك. شو على قد ما نكسروا لليزون نتاع الاليمون راهو يولي فيه ريسك كبير نتاع تكاثر نتاع جراثيم. داكور دونك ما كان باش نخزنوا حاجه ماذا بينا تكون اونتيير معناها اللحم كامل صحيح. والا مش مفروم مش مقصوص ولا مش مغوي سورتو هذيك سي معناها فتفتناه اللحم هذيك. برشا معلومات قايمه عايشك مدام رفقه مولهي ماذا بينا كان ترجع مرات اخرين حسيتوا السوجي اكثر من هكا. انا باش نزيدك حويجه سامحني حويجه رانا عندنا حاجات نصبروا بهم قبل ما كانش عندهم في الجدار ما كانش عندهم تبريد كانوا يصبروا بالمخللات نسميه نحن المخللات كما نحن عندنا الفاريونت الترشي. الترشي نتاعنا راهو نافع برشا راهو على قد ما حاجه تخليها تتخمر راهي بتولي نافعه برشا الميكروبيوت نتاعنا وتسهل لنا عمليه الهضم ونحطوها في طاولتنا ونكلوها كما الترشي اما نقصوا في كميه الملح اكاهو سينو راهو بينيفيك برشا وطريقه تخزين هي تقليديه بها. يعطيك الصحه رفقه مولهي استاذه جامعيه ودكتوره في الصناعات الغذائيه. نجموا ترجعوا تشوفوا المعلومات هذه الكل تلقاهم على نسمع على فيسبوك والا على يوتيوب والا على صحتك في صحنك. احنا مازلنا مواصلين في صحتك معنا نمشيو ديريكتومون للدريساج.